توجهت الحكومة المحلية في ذي قار بعدم التحاق الموظفين في المحافظة بدوامهم في الدوائر الرسمية بسبب تظاهرات تعم المدينة وقيام محتجين بإغلاق الجسور الرئيسية الثلاثة في مدينة الناصرية. وحسب مراسلنا فإن الجسور المغلقة هي النصر، الزيتون، الحضارات، لافتا الانتباه إلى أن التوجيهات صدرت بعدم التحاق الموظفين بالدوام في الدوائر الحكومية بسبب تظاهر العشرات من خريجي الكليات والمعاهد والكسبة وتجمعهم في ساحة الحبوب وسط الناصرية مطالبين بإيجاد فرص عمل وعدم التسويف بملفهم من قبل الحكومة.